بقى نساعدك كده ناخد زميل لك الاستاذ فوزي احد المصدرين من اسكندريه. اهلا يا استاذ فوزي. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا فندم؟ اتفضل، الله يخليك. احنا بنقدر جهودكم بصراحه في القناه على تذليل العقوبات قدام المصدرين المصريين. الله يكرمك يا فندم، الله يخليك، ربنا يبارك فيك. انا بس كان ليا ملاحظه في حته التكويت بعد اذن حضرتك. اتفضل. احنا عايزين يعني نحاول، انا اتكلمت فيها مع الحاج ناصر قديما يعني منذ فتره، نحاول ان احنا نطبق العمليه التكويديه اللي يبقى لها اليه افضل من اللي احنا بنجري ورا المزارع عشان نقنعه وعشان نقول له ده البتاع ده، عشان نحاول نحافظ على المنتج ويكون نظيف وما يحصلش رجوع ليه من بره والكلام ده. طب الاليه ايه يا استاذ فوزي؟ احنا انا بقترح يعني اقتراح من عندي ان يكون ان الموضوع من المنبع. يعني انا دلوقتي المشكله كلها في المبيدات اللي هي بتتحط في 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 الارض. نعم. تمام. ان احنا نحاول نخصص شركه او اثنين او ثلاثه ايا كان، يعني نبقى عارفين ان المصدر بتاع المبيدات اللي داخل لنا في مصر او داخل لنا للمزارع بتاعتنا هو ده المبيد المطلوب، علشان نمنع عمليه الناس اللي تحت السلم. ملف المبيدات يا استاذ فوزي، ملف المبيدات ملف شائك، ويبدو انه اصبح اكبر من قدرات اي دوله في العالم. ليه؟ لانه انت في النهايه عاوز الرقابه، الرقابه على المبيدات في مصر عاوزه رقيب من الدوله، من وزاره الزراعه على كل تاجر، واحنا عندنا 10 اضعاف التجار غير مسجلين وفاتحين مش بير سلم، ده فاتحين براميل تحت بير السلم. صحيح. هي دي القصه. فاذا انا هو منبع، انا شايف انه منبع التكويد، لان المزارع لو امتنع عن شراء المبيد الممنوع كل اللي اشترى مبيد ممنوع هيشربه. صحيح. هي دي القصه، ده من وجهه نظري. انا بشكر حضرتك، وطبعا فكرتك وصلت. عند حضرتك اقتراح تاني او مشكله تانيه؟ لا لا، واحنا بس برضو الجزئيه اللي بتكلم فيها الحاج ناصر حاليا، معلش اللي انا قطعت عليه فيها. صح. عمليه اسعار تسعير المحصول. تسعير المحصول طبعا احنا بقالنا فتره طويله جدا عايزين نوصل لشيء، يعني برضو اليه ان احنا ما يحصلش اللي بيحصل في السوق ده. انا النهارده المزارع عايز ياخد اكبر سعر، حقه، والمصدر عايز ياخد بسعر عادل علشان يعرف ينافس في الاسواق الخارجيه. الاسواق الخارجيه اسعارها معروفه في كل يعني الاسواق الخارجيه، كل سوق ليه سعر معين. ده اللي دائما احنا بنتكلم فيه حضرتك، علشان الهوا وفي ناس تانيين هتسمعنا هنقول في النقطه دي، نقطه مهمه، نقطه في غايه في الاهميه. اشكرك يا استاذ فوزي.